بمقدم 5% تقدر تستثمر على جمال عبد الناصر دايري. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر كمل معايا الفيديو. معاكم خلود سينيور سيلز من شركه ايجيبشن ديفيلوبرز، جايه النهارده اكلمكم عن جايا مارك على اهم المحاور الرئيسيه في مدينه السروق. محور جمال عبد الناصر، دقايق من مدينتي، دقايق من الار ار تي، دقايق من صدق. مشروعنا على مساحه 5400 متر ارضي وثلاث ادوار، بينقسم لكوميرشال وادمن وكلينيك. شركه ايجيبشن ديفيلوبرز بقالها في السوق اكتر من 20 سنه، مسلمين اكتر من 2500 مشروع ما بين السكني والتجاري والاداري والطبي. من اشهر مشاريعنا جايا بزنس كومبلكس في العاصمه الاداريه، وبعد نجاح مشروع جايا ايست نزلنا بمشروعنا جايا مار. بالنسبه لفاسيلتي المشروع متاح 4 اسانسيرات، 5 سلالم، ويتنج اريا، ميتنج روم، بيزمنت على مساحه المشروع بالكامل. ستارت المساحات بالنسبه للتجاري بتبتدي من 26 متر، بالنسبه للاداري والطبي من 33 متر. ستارت الاسعار بتبتدي من 89000 جنيه للمتر. ستارت الاسعار بالنسبه للاداري والطبي من 57000 جنيه متشطبه بالكامل بالتكييفات. انظمه السداد عندنا متنوعه جدا، مقدمات بتبدا من 5% والتقسيط بيوصل معاك لست سنين. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كلمنا بالارقام الموجوده على الشاشه او من خلال لينك الواتساب الموجود في الديسكريبشن، وهنتواصل معاك ونساعدك في اختيار وحدتك. كنت معاكم خلود من شركه ايجيبشن للتطوير العقاري.